السابق يا سميلي أو ما شابه ذلك، لكنني أراهن على أن أحد تلاميذة الفرغاني يعمل في الموقع. حسناً، دعني أخبرك فحسب. لن يدعني أحظى بالسكينة حتى أنتهي من تدوين جميع معادلات الميكانيكية. يظل يستعرض كلمتين. هذا المدعو جابر الوليد يخرج عن السيطرة بصراحة، ذلك مع هياج العلويين وبني علي ومكرب لصغار مثلهم، لكنهم يدعمون ويسقون على الأقل. شخص ذكي يبين قصر الأمير. المسألة تكمن في نشأته الإغريقية، المنهجية مختلفة، ذلك يفيد بحثنا في الواقع. من المؤسف أنه